على أسوار القصر أخذ هؤلاء المقاتلون مواقعهم الجديدة، نهاية موفقة لمعركة عنيفة شهدتها هذه الجبهة الاستراتيجية، حيث تتواصل الجهود لطرد الميليشيا من آخر معاقلها الحصينة في تعز. معارك الساعات الماضية كانت شرسة، وتمكن خلالها الجيش الوطني من منتسبي اللواء 22 ميكا من تحرير معظم المراكز الحيوية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز. المعركة أدت إلى تدمير آليات مدرعة وأطقما والاستيلاء على قذائف كاتيوشا واعتقال العديد من الأسرى، وسط توقعات بأن يتم الحسم في هذه الجبهة في غضون الأيام إن لم يكن في الساعة القادمة. قائد محور تعز اللواء خالد فاضل تجول في المواقع المحررة وبالأخص في إدارة الجامعة وكلية الطب السابقة، واطمأن على الوضع العسكري وحث المقاتلين على التسريع في حسم المعركة وطرد ما تبقى من الإنقلابيين. حصاد المعركة أجمله رئيس عمليات القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا. السيطرة على معظم الأماكن الحساسة ومواقع سيطرة الحوثة ومواقع العمليات التابعة لهم. تم أسر 7 من الأفراد وإعطاب عربة BMP وطقم مدرع. معظم هؤلاء الأسرى في سن التعليم، زج بهم في جبهة خطرة لمواجهة ما قيل لهم بأنه داعش والقاعدة وأمريكا وإسرائيل. تعز التي تطحنها الحرب تحظى بين حين وآخر بمبادرات تستهدف كسر طوق الحصار وإغاثة المدنيين. آخر هذه المبادرات قافلة مساعدة غذائية مقدمة من الحكومة الباكستانية. المساعدة تضم 50 طنا من القمح. بين الموت والحياة تمضي تعز بحذر شديد إلى نهاية يقررها هؤلاء الرجال الذين خرجوا من أجل حفظ الكرامة ودحر الظلم وإعادة الاعتبار للدولة والجمهورية.